نبدأ الآن هذا الدرس لتحديد أي موقع في العالم، تحديد أحداثياته باستخدام جوجل إيرث. يبدأ البرنامج أو نبدأ البرنامج تشغيل جوجل إيرث من خلال يكون يجب إحضار جوجل إيرث وتثبيته، وممكن تشغيله إما بالنقر أو الضغط على أيقونته أو رمز المنظومة البرنامج، أو بالتشغيل من البرامج Program Files والبحث عن جوجل إيرث. في هذه الحالة هو موجود هنا تحت هذا البرنامج جوجل إيرث. لما يبدأ البرنامج بالعمل تظهر مربع تعليمات خاصة ممكن إقفاله، ثم نرى الكرة الأرضية أو خريطة العالم موجودة وممكن تحرك فيها بإزاحتها بالضغط على الزر الأيسر للماوس وتحريكها إلى اليمين أو الشمال أو ما إلى ذلك، وممكن أيضا الحركة فيه باليمين أو والشمال أو دوران الكرة الأرضية من خلال أجهزة التحكم الموجودة على يمين الشاشة. هناك ثلاثة أجهزة تحكم. للبحث عن أي مكان يمكن الذهاب إلى البلد أو المدينة المطلوبة والضغط على الزر الأيسر للماوس، أو كتابة اسم الشارع أو المبنى أو المدينة أو الدولة في هذا في صندوق البحث، ونكتب هنا مثلا طرابلس. فالكتابة باللغة الإنجليزية ويجب أن يكون السبيلينج أو الحروف سليمة تماما، فنكتب تريبولي والضغط على رمز البحث. يتم الطيران مباشرة وتلقائيا أوتوماتيكيا إلى مدينة طرابلس الموجودة في ليبيا. ممكن من هنا الحركة بإزاحة الخريطة إلى الشمال أو اليمين للحركة خلال أو للحركة فوق الخريطة، أو الاقتراب من الخريطة أكثر عن طريق الضغط المزدوج على الزر الأيسر للماوس ليقربنا مسافة، ثم بالإمكان الاقتراب أكثر وأكثر، وأيضا ممكن الحركة عن طريق الإزاحة، أو ممكن أيضا الحركة بخلال أجهزة التحكم الموجودة أو أدوات التحكم الموجودة على يمين الشاشة، بالضغط على علامة الناقص هنا تبتعد عن الخريطة عن الأرض أو تقترب من الأرض بالضغط على علامة الزائد، أو في هذه الدائرة هنا بالضغط على اليمين أو الشمال يتم إزاحة الخريطة إلى الشمال أو الشرق أو الغرب أو الجنوب. وهنا يمكن إدارة بإزاحة القرصين، هنا يوجد قرصين، القرص الداخلي الأبيض والخارجي، فبالضغط على القرص الخارجي يمكن إدارة الخريطة لمواجهة مثلا طريق معين أو طريقة معينة للنظر إليها عند البعض يروها بزاوية معينة، ولكن من الأفضل ترك الخريطة دائما متجهة إلى الشمال. هذا هو النظام المتبع دوليا. وفي هذا القرص يمكن الدوران أيضا يمين أو شمال، ولكن أيضا يمكن تغيير زاوية النظر إلى المباني. فمثلا إذا اقتربنا قليلا من بعض المباني في المدينة مثلا هذا المبنى اللي هو الفندق المهاري، هذه الصورة له، لاحظ وجود هذه الصور. إذا كانت هذه الصور غير ظاهرة لديك فبإمكانك الانتقال هنا إلى أسفل الشاشة على الشمال واختيار ما تريده الظهور على الشاشة. ففرضا هنا Roads، هذا يوضح أسماء الشوارع، يظهر أسماء الشوارع على الخريطة. والصور إذا كنت لا تريد في الصور فيمكن إزالتها، والصور صور فعلية ومن مناطق أو المواقع الموجودة اللي موجودة بها الصور. وهناك بعض الخيارات الأخرى التي يمكن اختيارها إذا كنت تريد المستشفيات
خطوط السكك الحديدية الغير موجودة طبعا عندنا. لكن أرجع إلى هذه القرص الداخلي، هذا السهمين هذوم من الأعلى للأسفل، هذا يغير زاوية النظر إلى الصورة، فممكن بالنظر إليها بدل من النظر إليها من الأعلى مباشرة إلى الأسفل، ممكن إزاحتها بزاوية. ولكن لغرض تحديد المواقع يفضل أن تكون فوق المبنى مباشرة، النظر عموديا إلى الأسفل. فنبدأ الآن بتحديد الموقع. تحتاج إلى دبوس، تأخذ الدبوس تماما كما تأخذ الدبوس وتضعه على الموقع المطلوب تحديده، فيتم الضغط على الدبوس من هنا، وإذا نقرت عليه أو ضغطت عليه بالزر الأيسر للماوس فيظهر الدبوس في وسط الشاشة، الذي يمكنك إزاحته إلى أي موقع تريده. فمثلا فندق المهاري تضعه تماما فوق مش الغطاء بتاع الدبوس، ولكن رأس الدبوس، السن الدبوس، المسمار اللي في نهايتها بالضبط، هذا هو المكان الذي يتم اختياره ووضعه. فالآن أضعه فوق السقف الفندق، وإذا تركته هنا سوف ترى الإحداثيات لهذا الموقع. فأريد أن أكتب هنا مثلا مهاري هوتيل، هذا كتابة شيء يوضح أو يشرح عنوان الموقع الذي تم تحديده، ويظهر هنا الإحداثيات. هناك إحداثيين، الإحداثيات بخطوط الطول بخطوط العرض هي اللاتيتيود، ورقم خطوط الطول وهو اللونجيتيود. وهنا يظهر رقمين بالدرجات في هذا الموقع، مثلا بخط عرض 32 درجة و53 دقيقة و44.80 ثانية شمال، و13 درجة 11 دقيقة و57.67 درجة شرقا. إذا أردت هذه المواقع يجب عليك مثلا أخذ نسخة منها، تظليلها، وأخذ كوبي، تأخذ منها نسخة، وممكن لاحقا وضعها على الصورة. فالآن إذا بالضغط على الأوكي هنا سيتم تثبيت هذا الدبوس في هذا الموقع. هذا الجزء الأول. الآن كيف نأخذ الصورة ووضع الإحداثيات عليها في الجزء الثاني. شكرا.